طاب مساءكم ملف جديد لهذه الليلة. لا بأس في أن تختلف القوى السياسية مع بعضها البعض، وهذا الخلاف إيجابي إن كان أو إن كانت دوافعه مصلحة الوطن أو المواطن أو صناعة برامج حكومية وسياسية لخدمة هذا الشعب الذي أكله الضيم والصبر وأنهكه الإرهاب والدمار والبطالة. ولكن أن يتحول الخلاف إلى اختلاف وإلى احتقان سياسي كلا يتكئ على ما لديه من أدوات ليكون صديقه بالأمس غريمه اليوم، ويصير علنا ومن خلال الجيوش الإلكترونية القذرة، والقذر الذي يمثل أو يمول هذه الجيوش، وهذا الذي يعطينا انطباعا أو صورة أحيانا نقلق منها وإن كنا قد تعودنا عليها. إذا كانت هذه القوى السياسية التي تمثل المشهد للمرة الخامسة لم تستطيع أن تحدد رؤية ومنهجية موحدة واتفاقات، فكيف بها يمكن أن تحدث التغيير؟ وكيف يمكن لها أن تصنع مستقبلا لهذه الأجيال؟ وإحنا في كل مرة نقول مو بهذه الانتخابات، بالانتخابات المقبلة. الانتخابات المقبلة هي التي ستأتي بالجديد، ويأتي ويبدو أن هنالك لعنة في المشهد السياسي. هذه لن يستطيع أحدا منهم أن يتجاوزها، بل على العكس، في كل مرة وفي بعد كل دورة انتخابية يتعقد المشهد ويصبح أكثر تعقيدا، وهذه التعقيدات الخاسر الأكبر فيها المواطن، مثل ما ترون الآن الإرهاب وداعش وقوى أخرى في الداخل وفي الخارج نشطت، وهذا مزيدا من الدماء لضحايا ولأبرياء. إذن على ماذا يختلفون؟ وهل الأمر فعلا يستحق أن يختلفوا عليه إلى هذا الوقت؟ لحد الآن الصورة ضبابية وتحتاج إلى إيضاحات وتحتاج إلى تفسيرات، أنه إلى أين المسير وأين ستحط الأشرع؟ وأن اتفقوا اليوم، هل هذا هو الاتفاق أو ما يحصل من اتفاقات سيدوم طويلا، أم أنه تحصيل حاصل لدفع العملية إلى الأمام ولو لأمتار أو خطوات محدودة؟ وهل تكون هذه الخطوات محسوبة بالقدر الذي يصنع مشهدا سياسيا متماسك، وبالمقابل هنالك شعب متوثب ينتظر قد يفقد صبره في اللحظات الأخيرة؟ هذا الملف لهذه الليلة سأناقشه مع ضيوفي. النائب عن التحالف الكرد الوطني الكردستاني من السليمانية السيدة ريزان شيخ دلير، وأيضا رئيس مركز المورد للدراسات والإعلام لاستوديوهاتنا من بغداد السيد نجم القصاب، وعضو دولة القانون من بغداد السيد عادل المانع. الاستفتاء الذي يأتيكم يوميا من هذا البرنامج: هل ستلغي المحكمة الاتحادية نتاج الجلسة البرلمانية الأولى للبرلمان، نعم أم لا؟ التصويت مستمر حتى هذه اللحظة، وعدد المصوتين حتى هذه اللحظة 3200 شخص للتصويت، هو على صفحة قناة التغيير في اليوتيوب. إلى السليمانية مباشرة أرحب بك السيدة النائبة ريزان شيخ دلير. بعد أيام بإذنه تعالى ستعقد جلسة البرلمان، أنتم الكرد هل ستأتون موحدين هذه المرة لحضور هذه
الجلسة أم إنكم من الجلسة الأولى حسمتم أمركم بالتحالف مع الإطار التنسيقي؟ تحياتي إلى جنابك أستاذ نجم وإلى ضيوفك الكرام وإلى قناة التغيير ومشاهدين الكرام. حياك الله. والله أستاذ نجم هذا يعني إحنا ويا الإطار التنسيقي أنا أقول لك لا، لأنه الاتحاد الوطني الكردستاني حتى ب 2018 بهذا الوقت إصلاح وبناء إحنا ما عندنا أي اتفاق ويا أي حزب سياسي. نعم. عندنا علاقات قوية ويا كل، أما اتفاق سياسي لا، ومحايدين. وحتى إحنا ليش طلعنا من جلسة الأولى؟ لأنه أساساً اتفاق سياسي موجود بين الحزب الديمقراطي وأحزاب السنية، ومع كل احترامي إلى سيد مقتدى صدر. نعم. أساساً بدون علمنا، لأنه كل الوفود جاء إلى أربيل أو سليمانية بعد لقاء بالحزب الديمقراطي مباشرة إلنا. بالبداية إحنا قلنا إحنا ما نريد يعني ويا أي اتفاقات ويا أي حزب سياسي، لأنه أساسا حتى ويا الحزب الديمقراطي حتى ذاك الليلة كانت ما عندنا اتفاق إحنا نصوت لأي كتل إذا كان ما بها اتفاق سياسي. أما مع الأسف يعني هم أرادوا إحنا يعني ندخل الاتحاد الوطني إلى اتفاق مسبق بيناتهم بدون علمنا، وما قبلنا يعني. نعم. ما مرتبطة أبد بالإطار التنسيقي، هم حر وإحنا الاتحاد الوطني الاتحاد الوطني الكردستاني حر، وما نريد نحسب على أي كتل سياسية أخرى. هل أفهم من هذا الكلام علنا وبين السطور إنك تقولين أنه الحزب الديمقراطي الكردستاني قد نكث بالمواثيق الذي كان قد اتفق بها معكم أو مع الآخرين، لذلك كان موقفكم بالانسحاب ردا على هذا الخلاف؟ مو طبعا أستاذ نجم، إحنا نعرف يعني داخل كل حكومات السابقة وبرلمان السابق يعني نعرف. نعم. أحزاب سياسية أغلبنا بكل سيئات وبكل إنجازات سوية، ماكو حزب يسمي أني أقول أني وطني، مستحيل مستحيل، ماكو حزب يقول أني وطني وأني مو وطني. أيه. كل أحزاب السياسية هسه مشاركين بالحكومة، مو كل أحزاب السياسية. هسه هذه الحكومة كموجودة خلال ما يوصل إلى سنتين، إذا كان نشوف هذه الحكومة داخل الحكومة منو مسيطر، منو من أحزاب السياسية مسيطر بإقليم كردستان، منو مسيطر؟ وأحزاب السنة إحنا نعرف يعني داخل مجلس النواب، أنا كنت نائبة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي نائب من جماعة التيار الصدري، ونائب الثاني من حزب الديمقراطي، يعني نفس الكتلة. هسه يعني هم يقولون فعلا إحنا عندنا برنامج أخرى ونريد نغير دولة العراق، نسمي الحكومة الأغلبية الوطنية، هم وطنيين وإحنا مو وطنيين. والله ما نقبل، مو بس إحنا كاتحاد الوطني، أي حزب سياسي أخرى، أي مكون أخرى، لأنه وطنيين ما عندهم حق أي حزب يحدد أني وطنية لو مو وطنية. لهذا يعني بس هم اتفقوا، لأنه حاليا داخل الحكومة العراقية وكان داخل البرلمان العراقي وحتى داخل المفوضية عندهم قوة أكثر، لأنه قدروا حصلوا على هذه المقاعد. مع كل احترامي وإحنا نعرف شنو دورهم وشنو شغلهم، لهذا يعني هذا الاتفاق مو اتفاق حالي بعد الانتخابات، هذا الاتفاق خلال سنة ونص من عمر الحكومة سيبقى سيبقى هذا الانشقاق بين الاتحاد الوطني. نعم. وحزب الديمقراطي. آه. احنا نتمنى بمرشح واحد، وهذا المرشح مع الاتحاد الوطني دكتور برهام صالح، احنا ندخل الى انتخابات. اذا هم مصرين وعدهم ثقة لانه جماعة التيار وجماعة السنة وياهم وعدهم هذا الاتفاق، لهذا ما يحتاجون الى اي كتل سياسية اخرى وما مهتمين. طيب. حتى راح اناقش وياك سيدة رزان، راح اناقش وياك موضوع مرشحكم،
أرحب بالسيد نجم القصاب رئيس مركز المورد للدراسات والإعلام. حياك الله أستاذ نجم. من خلال ملاحظة الوقائع والواقع ودراسة التصريحات أو ما آلت إليه النتائج، هل تشعر أن العقلية والمنهجية السياسية بنسختها الجديدة قد تغيرت؟ هل هي استطاعت أن تستوعب المتغيرات سواء على صعيد الداخل والخارج، وبالتالي تمتلك القدرة على ما يطرح أو ما يسمى بشعار التغيير، لو احنا بنفس النقطة التي كنا بها؟ نعم، تحية لك وإلى ضيفك أستاذ عادل والأخت ريزان وإلى كل المشاهدات والمشاهدين الكرام. بالتأكيد يعني تغيرت وحيرت، تغيرت كل توقعات بعض الأحزاب التي كانت تعتقد ستحصد مئات المقاعد وليس عشرات المقاعد وتقوم بتهميش الآخرين، وتحدثوا كثير الكثير، لكن ظهرنا معك أستاذ نجيم أبو سجاد ومع كثير من الفضائيات ما توقعناه بنتائج انتخابات قد حصل وأصبح واقع. أولا بسبب القانون الجديد، هو قانون الدوائر المتعددة بعد أن كان قانون سانت ليوغو المعدل المجحف والمظلم بحق المرشحين وبحق الناخبين. والأمر الثاني اختيار مفوضية من القضاة من المستقلين، فعلا أصبحت مفوضية الانتخابات المستقلة عكس ما كانت مفوضيات السابقة تأتي من عباءة الأحزاب، وبالتالي من يرغبون أن يكون نائبا أستاذ نجم حتى لو حصل على 100 صوت. أنا لم أكن أسأل بالنتائج، نعم. أنا أسأل بالعقلية والمنهجية التي تحكم القوى السياسية، هم الجماعة نفسهم، التيار نفسه والفتح نفسه ودولة القانون نفسه والأكراد نفسهم. الآن هل هنالك عقلية تبدو مختلفة فعلا تستطيع أن تحدث التغيير لو تيتي تيتي مثل ما رحتي إجيتي؟ هذا سؤالي. لا أعرف، أعرف سؤالك هذا أستاذ نجيم، نعم. وأنا أعرف إذا أجاوبك، بس أنا نعم. خلني أرجع لك ببداية التغيير وإلى أن أصل إلى نقطة الشروع أو أصل إلى النقطة التي أريد أوصلها إليك أو للمشاهدين الكرام. نعم. قانون الانتخابات واستبدال المفوضية هما أس التغيير، وهذا التغيير الصالح لأجل الوطن والمواطن وليس هذا بفضل تشرين. أقول شلون؟ هذا بفضل تشرين، ما القوى السياسية. طبعا لا، طبعا بفضل تشرين ودماء تشرين. أستاذ عادل يضحك. دماء تشرين ما أقالوا إيه؟ ما طبعا يضحك أستاذ عادل. ما أقالوا حكومة السيد عادل عبد المهدي وما وصلت هذه الكتلة السياسية النهج السياسي الجديد كيف أصبح متغير؟ راح أقول لك شلون تغير. الآن التيار الصدري يعتبر الفائز الأول في القوى السياسية الشيعية، وليس هناك فائز ثاني، لأن المقاعد التي حصل عليها ضعف المقاعد التي حصل عليها دولة القانون أو الإطار التنسيقي. هذا واحد. الحزب الديمقراطي بزعامة السيد مسعود البرزاني أصبح الفائز الأول عند القوى السياسية الكردية، وليس هناك فائز ثاني، وكذلك تقدم نفس السلوك ونفس الأسلوب. بالتالي أنتجت العملية الانتخابية ثلاث شخصيات ثلاث كتل تستطيع أن تصل إلى 200 صوت، وهذا ما حصل في يوم 9/1. طيب أستاذ نجم، إذا ما اعترض عليك معترض بغض النظر عن لغة الأرقام التي تتحدث بها، السيد الصدر كتلة الشيعية قد فازت، والمفروض أن يتم احتواء كل شيعي فاز ضمن هذا الإطار ومن ضمن رؤية محددة بغض النظر عن قد مقادك، ونخلق منهجية توافقية داخل الإطار الشيعي وداخل الإطار الكردي وداخل الإطار السني، وبذلك نمثل وطن. لماذا نتحدث من عدد المقاعد؟ لماذا لا نتحدث من حيث الأهمية؟ انت استاذ نجم ابو سجاد، انت قبل دقيقتين قلت تيتي تيتي مثل ما رحتي جيتي. احنا ذا نفس الاحزاب، نفس الاحزاب الفازت والخسرت، تشترك بالحكومه وتشترك بالمعارضه بالبرلمان. لا انا شكو اسوي انتخابات حبيبي؟ شكو خابص الامه وصارف مئات الملايين الدولارات؟ لا لا لا. انت اما ان يكون تغيير بالمنهج والوجوه وجعل برنامج حكومي أمام الناس
واما كل القوى السياسيه تشترك. طيب. في 2005 و10 و6 نعم. كانت هناك 7 رؤوس سياسيه، الان 70 رأس، لمن تنطي؟ لازم تنطي كل وزاره الحزبين، ولازم تسوي بدل ما تسوي 22 وزارة تسوي 42 وزارة مثل ما حصل في حكومة السيد المالكي الولاية الثانية عندما فازت القائمة العراقية. انت لو تغير المنهج وتغير البرنامج. طيب انا اشكرك استاذ نجم للناس. واما نعم انا نعم. اشكرك. خليني ارحب بالاستاذ عضو دولة القانون السيد عادل المانع. مثل ما كنت تستمع الى ما قاله السيد القصاب انه الرؤية الجديدة الان هي ليس لملمة البيوت كما يدعو إليها البعض. الواقع يفترض الآن أو يحتاج أنه الفائزين هم الذين يشكلون هذه الحكومة والمقاعد بغض النظر أن يلتئم البيت السني أو الشيعي أو الكردي. هذه الرؤية تتفقون معها أم لديكم إشكاليات عليها؟ ابدا تحياتي لك استاذ نجم وللست رزان وللاخ نجم القصاب ولمشاهدي قناه التغيير اينما كان. حياك الله استاذ. لا الحقيقه الواقع انت يعني في تساؤلك الى الاخ نجم القصاب وهو لم يجب على تساؤلك بشكل مباشر، هل ان هناك تغييرا في العقليه التي ستدير المرحله القادمه ام نحن بذات الثوابت وذات التوجهات السابقة؟ الجواب بوضوح نقول لا، بذات العقلية وذات النمط. وخير ما ردت به السترزان بدليل قاطع لا يقبل اللبس والغموض، اللي هو على أنه رئاسة مجلس النواب، على رئاسة مجلس النواب في الجلسة المعترض عليها نصب محمد الحلبوسي رئيسا، وهو كان رئيس سابق، والنائب الأول من التيار الصدري اختير السيد الزامري بدلا عن سابقه، والديمقراطي الكردستاني نائب ثاني. بمعنى أنه من ينشد التغيير لا تغيير فيه، أول معطيات ثوابت التغيير لم تتحقق. هذه واحد. اثنين، التوافقات السياسية أو خليني أقول الحوارات السياسية اللي سبقت الجلسة بعد الانتخابات وسبقت الجلسة، أقول بلسان عربي واضح وفصيح أنه الديمقراطي الكردستاني تخلى عن وعوده، نكث وعده، لم يصدق في وعوده سواء مع الاتحاد الوطني أو مع الإطار التنسيقي. ولهذا يعني خروج الاتحاد والإطار من الجلسة بعدما رفعت من قبل السيد محمود المشهداني تبين أن هناك اتفاقا يعني مبيتا بين الفائزين الثلاثة كما يعبرون عنه الديمقراطي الكردستاني وتقدم والتيار الصدري. هذا يعني حقيقة إذا أرادوا أن يذهبوا بهذا التعاطي يبقى أمام الكتل. أستاذ عادل، وهي دعوة مني شخص. نعم. أستاذ عادل، يعني أنت الآن تقر وكما قالت السيدة رزان، إذا ما أردتم التفسير أو أنتم كقيادات مثل ما نقدمك في دولة القانون أردتم بموضوعية وبتجرد تام أن تناقشوا أنفسكم سواء في دولة القانون أو في الإطار، لماذا نفر منكم الكرد والسنة والأغلبية الشيعية التي تمثل السيد مقتدى الصدر؟ بماذا كنتم تجيبون على هذا بعيدا عن نظرية المؤامرة؟ ما يقع عليكم تحديدا؟ لا، هو مو قضية نفور، وهو هذا يعني الآن لما نتحدث عن الجانب الكردي لم يكن هناك نفورا بالعنوان الكردي، ولكن هناك تخلي عن الوعود والمواثيق من قبل الديمقراطي الكردستاني، والسنة هناك تخلي عن الوعود من قبل الحلبوسي، لأنه ما راح أسوق لك أمثلة كثيرة. شاهد واحد هو خير دليل، اللي هو أنه قدم السيد البرزاني شخصيا، مسعود برزاني، وقدم السيد الحلبوسي بشكل شخصي لمفدي الإطار اللي شكل أربعة وفود
الوفد اللي قابل السيد مسعود برزاني كان برئاسة السيد المالكي، نعم. والوفد اللي قابل السيد حلبوسي برئاسة حيدر العبادي، باتفاق واضح وصريح على أنه لن نذهب مع طرف شيعي قبال الإطار، قبال أطراف أخرى. وواقع الحال ذهبوا في الجلسة الأولى، بمعنى أن هذا أن هناك أمرا دبر بليل مبيتا، فبالتالي ذهبوا إليه. خلنا هذا واضح يعني. خلي يكون أكثر صراحة أستاذ عادل، خلي نكون أكثر صراحة. لكن في هذه الجولات المكوكية التي كان بعضا من قادتكم قد ذهبوا بها إلى أربيل، أيضا أنتم كنتم قد طرحتم، أو الإطار كان قد طرح على السيد البرزاني أو على الكرد أنكم تشكلون الكتلة الأكبر والحكومة بمعيتهم، وقد رفضوا لكم هذا الطلب. لا هو قضية هي مو ادعاء أستاذ نجم. القضية الكتلة الأكبر قدمها الإطار في الجلسة الأولى ب88 بما يزيد عن التيار، وهذا طبعا هو أساس المشكلة داخل الجلسة. إذا تتمعن بالجلسة أساس المشكلة اتفقت مع السيد محمود المشهداني هذه القضية. فكان الحديث السابق عن الإطار كتلة أكبر هو ليس ادعاء، واقعا حقيقيا على الأرض. ولهذا أقول اليوم على الإطار التنسيقي وعلى الاتحاد الوطني وعلى مجموعة الجيل الجديد وعلى امتداد وعلى المستقلين أن يوحدوا صفوفهم قبال الثلاثي الفائز حتى يكون رقم ذات ما جاوبتني على السؤال أستاذ عادل. أنت صديقي من زمان وعرفك صريح، لماذا الآخرين تركوكم؟ ما هي الأسباب؟ العلة أين؟ بكم أم بهم؟ أم لأنه لا الإطار التنسيقي ذهبوا إلى مصالحهم؟ لا ذهبوا. وليش ما تتحقق مصالحهم معكم؟ ذهبوا إلى مصالح. وليش ما تتحقق معهم؟ هو السيد مسعود برزاني، السيد مسعود برزاني يريد رئاسة الجمهورية للديمقراطي، بينما نحن على يقين أنه الاتفاق الكردي، مثل ما نحن نقول العرف السياسي، العرف السياسي الكردي أنه رئاسة الجمهورية للاتحاد الوطني. هذا واضح. السيد الحلو دعونا بشكل واضح وصريح إلى تغيير الرئاسات الثلاث، يعني بما فيها أنه الدكتور يا أستاذ فارغ. عادل يا أستاذ عادل، قبل أن أنتقل للسيد رزان، هذا شأن كردي لا دخل لكم به. شنو علاقتكم؟ يصير للاتحاد يصير للديمقراطي مثل ما الآن رئاسة لا البرلمان. لا 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 زين طيب. لا لا القضية هي توافقية، هذا شريك أخي، الكردي شريك والسني شريك، ما يقدمه من مرشح يجب أنه أن يحظى بقبولي، وما أقدمه من مرشح يجب أن يحظى بقبوله. تمام. هكذا هو، هكذا هي العادة. أنا أشكرك أستاذ سيد رزان، أعود إليك وأنا أستثمر صراحة صراحتك وأحترمها. حتى هذه اللحظة الأخبار تقول أنكم الاتحاد والديمقراطي لستم على وفاق بالمرشح، هل ما زال مرهم صالح مرشحكم ستذهبون به إلى البرلمان للتصويت عليه، والأخوة في الديمقراطي الكردستاني يأتون بمرشحهم السيد زيباري، وفي الميدان في قبة البرلمان القوي ياخذ الرتيش؟ طبعا حتى آخر اللحظة يوم أول بارحة رئيس حزب الاتحاد الوطني الكردستاني سيد باب الطالباني راح لمرة الأخيرة يم سيد مسعود برزاني، حتى يعني كنيتنا نية صادقة. نعم. إحنا ككل بمرشح واحد ندخل إلى قاعة البرلمان، وعدنا مرشح كب حسب عرف السياسي، وإحنا ما عدنا أي مداخلات لأي حزب سياسي لاختيار مرشحهم، وهذا معلوم. يعني ما معقول أي حزب سياسي عنده إمكانية وقدرة وكل هاي السنوات حزب آخر يتدخل وتقول أنا عندي فيتو على مرشحك، ما عنده حق وما عنده أي حق. حتى إحنا قبل بإقليم كردستان لاختيار رئيس الإقليم كردستان لاختيار رئيس الوزراء
ما عندنا حق ندخل بشؤون حزبية. بنفس الطريقة أما هم عندهم ثقة بأنفسهم لأنه عندهم اتفاق، وهذا الاتفاق ما دام موجود لهذا حزب الديمقراطي الكردستاني ما عنده أهمية أو اهتمام لقضية الشراكة الحقيقية. وعندنا داخل حكومة إقليم كردستان سوية وناسنا حاليا ما عندهم غاز، ما عندهم كهرباء، كل هاي الأمور الصعبة موجودة بإقليم كردستان، لازم إحنا نشتغل داخل هذه الأمور، ولا بها أهمية إلهم. كل أهميتهم ثقتهم لجماعة السنة وياهم ولجماعة، مع كل احترامي إلى السيد يعني سيد مقتدى يا سيد آريزان، شوف شوف يعني أنت أقول نعم. لهذا حزب الديمقراطي الكردستاني خلاص يعني قبل إحنا نروح، قبل إحنا نقول نريد بصف واحد، هم أساسا قرروا وقرارهم موجود بدون اهتمام لقضية كردية وبدون اهتمام لقضيتنا كمشارك. هم يريدون مرشحهم ويقولون هذا مرشحنا، إذا كان أنتم تقبلون وتتنازلون عن رئيس الجمهورية للعراق ولازم هذه المرة إلنا. يعني هذه الأمور ما يصير بهذه، يعني فرضا إلى إرادة مستحيل أي حزب سياسي إذا كان طيب إذا كان ماشي نتساير مع نعم. هذا المنطق في سياستي نعم. في سياستي هنالك حسابات للربح والخسارة طبعا. مما يجري نعم. الآن أنكم الآن إذا ما قدمتم مرشحكم فلن يصوت عليه، كما تقولين أنه الجماعة قد حسموا أمرهم بالتصويت، وهذا سيفقدكم مكتسبات أخرى. نعم يعني كيف مثلاً يعني أنتم الآن لو قدمتم السيد برهم صالح السنة نعم. لن يصوت عنه، والديمقراطي لن يصوت له، والصدر لن يصوت له، وبالتالي النتيجة محسوبة إلى الديمقراطي الكردستاني. لماذا لا تحل هناك وتأتوا حتى بأصعب الخيارات، لأنه من اضطر غير باغ؟ مستحيل إحنا كاتحاد الوطني حتى إذا كان نخسر مستحيل إحنا ندخل باتفاق كبيرة مشاكل كبيرة بين أحزاب الشيعية وهذه الأحزاب بصورة عامة. كل هاي السنوات إحنا سوية يعني من الزمن بائد، نظام البائد صدام حسين، كلنا سوية، ما نريد بإيدنا، ما نريد بإيد اتحاد الوطني نخلق هذه المشاكل بين الأحزاب. حتى إذا كان السني عندهم مشاكل إحنا ما نريد، إحنا نريد فعلا إذا كان شعبنا أهلنا يعانين من سوء الإدارة، من كل هاي عدم النزاهة وفساد داخل الدولة، هذه مشاكلنا مو بإيدنا، مو اتحاد الوطني أو أحزاب الإطار أو أي حزب أخرى فقط لوحدهم مسؤولين عن هذه الدولة. هسه بإقليم كردستان ليش كل هاي الفساد موجودة؟ إحنا فقط اتحاد الوطني الكردستاني. طيب تناقشتم مع السيد الصدر في هذه القضية سيد أرزان؟ هل لديكم نقاشات مع السيد الصدر؟ وبعد شيء آخر، إذا كان إحنا نحكي على المرشح، إذا كان أي مرشح خاصة مرشح حزب الديمقراطي الكردستاني، مع كل احترامي لشخصية سيد دوشيار زيباري، سيد دوشيار زيباري عند قرار الإقالة من قبل مجلس النواب لدورة ثالثة. يعني إذا كان سيدنا مقتدى الصدر هو هذه الكلمة دائما يقول شلع قلع، هسه فعلا شلق على قلع مالتها مرة أخرى، يجيب شخص عند إقالة وبأصوات نوابهم بدرجة أولى. أني أتذكر هم شلون بهذا الوقت بصوت عالي ضد الفساد وضد كل هاي الأمور، هسه يريدون طيب سيد رجان عند هذا الملف. أني أقول هذا الملف يعني يصير رئيس الجمهورية للعراق والله مبارك عليك. أني أشكرك وأني أقول بس عراق ما مستحق لأنه آني شخص آني غير. أنا أشكرك سيدة رزان. وعند قرار الإقالة من قبل صوت الشعب، ومرة أخرى مرة أخرى يصير رئيس صحيح. الجمهورية للعراق. إذا شعب أنا أشكرك العراق سيدة رزان. خلينا ننتقل للسيد نجم القصاب. الآن يكثر الحديث عن حكومة
الأغلبية السياسية أو الأغلبية الوطنية. البعض يقرأها هو عنوان جديد أو منمق عن الحكومة التوافقية. الحكومة التوافقية سابقا الحصص كانت توزع على كل المشتركين، الآن الحصص الوزارية ستوزع على المتحالفين أو الفائزين الثلاثة. إذن ما هو الجديد في حكومة الأغلبية الوطنية؟ هل هو فقط اختصار للحلقات المشاركة وأن الحصص توزع على عدد محدود؟ الكرد سيأخذون 3 وزارات، السنة سيأخذون 6 وزارات، الشيعة أو ما سيمثلهم في الحكومة يأخذ 12 وزارة. وين الجديد بالموضوع؟ أولا تكون الحكومة أفقية وليس عمودية، ودائما الحكومة التي تشكلها الأحزاب التي فازت في الانتخابات. في السابق طيلة الحكومات السابقة منذ الحكومة الأولى 2005 إلى 2021 الشعب احتار، ما يعرف منو سرق أمواله ومنو قتل مواطنية ومنو هرب الأموال. كل حزب يتهم الحزب وكل حزب يقول أنا مشترك ولك ما مشترك. بالتالي الحكومة الأغلبية التوافقية وليس التوافقية الأغلبية مثل ما كانت في السابق. كيف؟ يعني أنا تحدث في البارك الأول على سبيل المثال، المكون السياسي الشيعي فاز التيار الصدري. التيار الصدري عند مثلا المكون السياسي الشيعي عنده 12 وزارة، هذه 12 وزارة التيار الصدري يشيلهن يعطيهن للمستقلين، يعطيهن البدر، يعطيهن للعصايب دوت القانون، يشيلهن كلهن يعطيهن للتيار الصدري. هو راح يتحمل المسؤولية، مسؤولية القانونية والشرعية والدستورية والاجتماعية. إذا نجح تسجل للتيار الصدري ويسجل للمذهب والعراق، إذا فشل بالعكس المقابل يفرح، المفروض يفشل. يعني تعقيبا على ما تحدث الأخ عادل المانع يقول يعني القوى السياسية السنية جاءت بالسيد محمد الحلبوسي، أنت مفروض تفرح. وكذلك الحزب الديمقراطي جاء بالسيد زيباري وعليه ملفات ما تحدث به الأخت من سليمانية، وكذلك ربما التيار الصدري يأتي بشخصية متهمة بالفساد. المفروض أنتم الآن كمعارضة كمنافسين للأحزاب التي فازت في الانتخابات تفرحون وتثلج قلوبكم، على الأقل تحركون الشارع، تحركون القضاء بأن الكتل الفازة اللي انتخبتوها جابوا فاسدين وتستغل لكم. وهذا طبعا موجود في كل دول العالم. استاذ نجم هنا تقدم نقطة نظام هنا، يعني هذا مو منطق. نحتاج إلى إجراءات استباقية. أنا قلت هن قبل ما توقع الفاس بالرأس، ونحتاج إلى كفاءات. أنا ما أفرح أن يوقع خصمي. إذا ابن هسه تفكرون كل من شاد حزامه ولازم فاسته على الثاني، بمعنى أنه مثل ما أنا قلت بالمقدمة، المشهد لا يبشر بخير. أنت تكيف على صاحبك يجيب له فاسد حتى باكر توقعه؟ شلون حكي هذا؟ لا هاي أقول لك، هاي شوف السباق والانتخاب للجميع، وللطامح التاريخ، والتاريخ يسجل الطموح. هذا سباق بي غالب ومغلوب، مثل الرياضة، مثل أي لعبة، لعبة سياسية انتخابية في كل دول العالم. لعد ترامب كيف هزم أمام بايدن؟ عندما كانت هناك كورونا وما استطاع يعالجها، استطاع أن يستغل بايدن. ترامب مسودن، هسه ترامب مسودن، احنا ليش نستدل بالمسودن؟ ردنا حكيم يا معوفة. أقول لك عوفة، هاي بريطانيا بين المحافظين وبين العمال. هذا مو دفاع عن كل الأحزاب، تريد أسب كل الأحزاب. بس أنا أقول لك بما أن انتخابات جرت وسرت وبيها فاز وخاسر، نعم. يعني والخاسر شنو هو؟ يحب الفائز؟ يعني إذا أعطاه منصب وزارة وزارتين هذا خوش حزب وهذا خوش سيد، وإذا ما أعطاه يفتح النار عليه؟ لا، هاي عملية ديمقراطية. آني استاذ نجم، مع تشكيل حكومة أغلبية من قبل الكتل الفائزة. نعم تفضل. العباس عليك، الأحزاب لمن مفتحة؟ للوطن لو تفتح القاصات. لا في تاريخ الدولة العراقية، كل الدولة العراقية من 1921 إلى الآن أكل حزب مرتين، مرة وكالة تجارية ومرة وكالة تنمية. التجارية دائما تبحث عن مصالحها،
ومركز وتكون تنمية لصناعة الدولة. ما شفنا حزب كل الأحزاب التي حكمت البلاد لم يقدم شيء نموذجا للشعب العراقي حتى لا أضر حزب. ولهذا السبب اليوم المواطن من يسمع حزب رأسا كش ما يثق بكل الأحزاب. وأنت متابع التاريخ أستاذ عادل متابع والأخر يلا. كل الأحزاب تقدم مصالحها على مصالح الناس، لكن الآن أنا أقول فرصة تاريخية. إذا لا أحد يتحدث في التغيير يا سيد نجم، أريد أن أنتقل للسيد عادل. إذا الأحزاب تقدم مصالحها على مصالح الشعب، لا أحد يقول غدا دعونا ننتظر. سيد عادل المانع، التسريبات التي تقول وهي أخبار تكاد أن تكون شبه مؤكدة أنه هنالك أطرافا مهمة وفاعلة قد تفاوضت مع السيد الصدر وأنها ستذهب للانضمام أو للتحالف معه بغض النظر أو بعيدا أو بدون دولة القانون، هل من أجل كما يقال لملمة البيت الشيعي ستقبلون بهذا الاتفاق أم تعتبروه هو أيضا غدرا لدولة القانون؟ لا يعني أنا أتحدث لك بشكل رسمي من داخل إطار. أنا ليلة أمس كنت في أحدى الاجتماعات مع يعني قيادات الإطار، أكدوا على أنه لغاية الآن لم يتم توافق على ما طرح السيد الصدر في أن يضم مجموعة من الإطار، ولا مانع لديه في أن تتشكل مجموعة من الإطار في الحكومة القادمة باستثناء دولة القانون. هذا كان رفضوا قادة الإطار جملة وتفصيلا. وتعرف جنابك الكريم أنه قرار الإطار هو بالإجماع، إذا عارض واحد أو اثنين صار اختلاف فبالتالي لن يمضي. ولهذا كان إجماع الإطار على أنه لا، إما خيار يعني خيارين الموجودة الآن للنقاش ولم يبت بها، إما المقاطعة الإطار يقاطع أو يذهب إلى المعارضة. ولكن أكو سيناريوهات كثيرة، يعني أكو سيناريوهات كثيرة. واحد منها احتمالية وإن كانت ضئيلة ولكن يبقى هو احتمال قائم، انه يوم غد المحكمة الاتحادية تطعن بشرعية ودستورية جلسة مجلس النواب. هذا راح يعيدنا الى نقطة الصفر للانطلاق في تفاهمات وحوارات جديدة. هذا واحد. اثنين، ممكن ان يلعب او يلوح بلعب الورقة، الاتحاد الوطني يلوح بلعب ورقة إعلان السليمانية إقليما مستقلا منفصلا عن أربيل ودهوك. ممكن أن هذا يكون عامل ضغط على البرزاني للاستجابة. ممكن أن يذهب الإطار التنسيقي مع السيد الصدر فيما يعني تناهى إلى سمعي على أنه هناك مخاوف ومخاطر تتحدث بها السيد العامري مع السيد الصدر للمستقبل المرسوم والإرادات الإقليمية والدولية. ممكن أنه أن تكون استجابة وإن كانت ضعيفة يعني في هذا المقام. فلهذا أعتقد أنه معظم السيناريوهات المحتملة هي ممكنة الحدوث لأي واحد منها. أستاذ عادل، المسارات وفق نعم أستاذ نجم دقيقة. أستاذ عادل استاذنك. أستاذ نجم القصاب، أنت عندك التزام بالثلث، أنا أشكر حضورك. أي والله أستاذ. أي تقبل تحياتي. شكرا لك. شكرا أستاذ نجم أستاذ عادل أستاذ ليزان. أنا أشكرك. شكرا. سيد عادل مناع، حياك الله. هذه المعلومة الأخيرة التي قلتها بأنه من المفاجآت التي قد تحصل أنه ممكن أن يعلن السليمانية أقليم، هذه الكلمة ليست مصادفة. أنتم قد اتفقتم عليها مع السادة الأكراد وستعلن كورقة ضغط، ويكاد أنه الأمر محشوما وليس في طور النقاش. لا أستاذ نجم، أنا دا أتحدث لك سياسة، يعني أنا خليت نفسي بمكان صانع القرار وأفكر أنه شلون أخرج من المأزق وبالتالي أكون ضاغط على الطرف الآخر للجلوس إلى طاولة النقاش. ولهذا يعني هو مجرد
مجرد تكهن مو لا وداتك اوداد هسه تعلمني بيك اقول لك تعلمني بيك مو هيتي خالي لا شا... خالي لا لا لا. العباس عليك هذا الامر ايش قد صار لتتفقون عليه بعد لا يا اخو اسال ست رزان هسه راح تقول لك انه تنفي او تاكد هذا خش بما اعتقد من لعب ورقه سياسيه والله يرحم الله على امك وابوك ست رزان من خلال من خلال ما تتحدثون به ونسمعكم علنا بالمعاناة التي تعيشونها مع الحزب الديمقراطي الكردستاني القضية التي طرحها الأستاذ عادل المانع لم تأتي من فراغ هل فعلا أصبح الأمر أو قريبا أو وشيكا أنكم ستستقلون بأقليم اسمه السليمانية حتى تتخلصوا من هذه الضغوطات الفكرة ناضجة النوايا متفقة نقول مبروك أبد 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 مع كل احترامي كل احترامي إحنا نحافظ بقوة وبروح على إقليم كردستان كباقي يعني حتى إذا كان حزب الديمقراطي عنده أي نية وعنده أي اتفاق سياسي إحنا لا إحنا بالعكس متمسكين بإقليم كردستان بكل محافظاتنا متمسكين بأهالينا وبحقوقنا بكل شيء يوم من الأيام إحنا ما نريد وما نفكر بهذه الأمور لأنه حتى إذا كان حزب سياسي يسوي غلطة حزب الاتحادي لا حزب الاتحاد الكردستاني يعني يحتفظ بكل كيانه لأنه نعرف بعض الأحزاب السياسية هم من القبل عندهم مجموعة من البرنامج حتى بهذه الطريقة يتعاملون ويا بوقت الموازنة يتعاملون ويا المحافظات أما حزب الاتحاد الوطني بهذا الوقت ويا حزب الديمقراطي الكردستاني بوفد كاسمه وفد حكومة إقليم كردستان إحنا ويا بهذا الوقت مصرين موازنة إقليم كردستان مو موازنة على المحافظات الإيرادات إقليم كردستان لازم كله يوصل إلى حكومة الفيدرالية مو محافظة محافظة هذا مو برنامجنا أبد إحنا نريد كل الكيانات الأخرى أو الأحزاب السياسية أخرى ما يوصلون إلى مرحلة رد فعل كهذا الرد فعل يتضرر الناس وأهلنا لأنه أهلنا ما يتحملون لأنه كل الأوضاع سيئة جدا مستحيل حزب سياسي أو كيان سياسي بهذا الوقت يقدر لوحدها لكن لو يعني طلب لو كان هذا من الخيارات التي يريدها أصدقائكم في الإطار إحنا ما عندنا أي أصدقاء بهذه إحنا عندنا أحباء وكلش نحترم كل أحزاب السياسية وخاصة الأحزاب داخل الإطار وحتى حزب سيد مقتدى الصدر وحتى مع كل خلافاتنا ويا حزب الديمقراطي الكردستاني لا إحنا ما عندنا بهذه النظرية رد فعل نشتغل لأنه نظرية الرد فعل نظرية قصيرة المدى والله وعقول صغيرة مع كل يا سيدة رزان أنا كلش نعم. كلش أعجبتيني بهذا القول يعني وأنا أتمنى أن ينسحب على بقية البيوتات وأن يكون لدينا نكران ذات وأن نتمسك بالثوابت خلينا أنتقل لك سيد عادل المانع يعني يبدو أنه الإطار التنسيقي لم يعد يمتلك من الأوراق كما تقول أنت بالقدرة والتأثير بالمشهد الوليدات خلاص حسموا أمرهم وأكو مثل ما كان يسميه هذا العامري أكو تحالف كاثوليكي أنتم حتى وإن المحكمة الاتحادية ألغت نتائج الجلسة الأولى فما الذي بأيديكم حتى ما تقول به بالسليمانية هذا الرد الرائع من سيد رزان هذا اعتبر تصريح رسمي قد قطع الطريق والحوارات التي ستأتي أو ستقومون بها مستقبلاً ما هو جديدكم مع هذه القوى سواء الكرد أو السنة لا إذا تغيرت المحكمة الاتحادية غيرت
الجلسة وطعنت في شرعيتها في دستوريتها، هنا راح تعاد يعني خارطة اللعبة من جديد، الخارطة السياسية، خارطة التحالفات، خارطة شلون تعاد سيد عادل من جديد. أما ما تحدثت به هو مو تصور أنه هو رؤية الإطار أو رغبة الإطار، لا إطلاقا. أنا أتحدث عن اللعب بورق سياسي، أنت شلون يعني تأتي بطرف سياسي إلى جانبك أو تحقق هدفك اللي أنت مخليه. مثلا بس مو تستخدم الاتحاد الكردي لضرب الديمقراط الكردي حتى تحقق ورقتك. ما أستخدم، أنا أتحدث مو عن الإطار، لا أتحدث عن الاتحاد برؤية كردية، لا أتحدث عن أوراق سياسية. نعم. يعني مثلا ممكن للاتحاد أيضا في القضية الكردية في الخلاف بين الديمقراطي والاتحاد على رئاسة الجمهورية أن يدفع باتجاه إصراري على أن يكون محافظ كركوك من الاتحاد، أما الديمقراطي يريد محافظ كركوك، ويعني أوراق سياسية أقصد. حتى الإطار قبال التيار كمكون شيعي أن يدفع باتجاه أنه هو الكتلة الأكبر، ويدفع باتجاه يعني التوافق مع عزم ومع الاتحاد ومع حتى مجموعة الأحزاب. السؤال بصيغة أخرى يا سيد عادل، وإلى آخره. السؤال بصيغة أخرى، ما هي الأشياء التي تمتلكونها حتى يتحالف معكم السيد البرزاني والخنجر والحلبوسي؟ هل لديكم ما يغريهم أكثر من التيار؟ يعني شو الأوراق اللي عندكم؟ الأوراق اللي عندنا الورقة الأولى الرابحة واللي يدركها جميع الأخوان الكرد والسنتي وحتى التيار، على أنه ما يتفق عليه لا يمكن تغييره. هو شنو يعني الثبات على الموقف؟ شنو يعني خلاص يقول لك بكيف الغالب بطلت تاني تشور بارد بطلت تاني غالب بكيف. إذا لم يحدث استاذ نجم اعطيك اياها من الاخير اذا لم يحدث متغير، اي متغير، اذا لم يحدث متغير، احنا اذا حدث متغير الحديث عن المتغيرات شيء، نتحدث عن الثوابت الان وفق المعطى الاخير. أي. اذا لم يحدث متغير فالغلبه للديمقراطي وتقدم والتيار. عندهم 200 صوت اخي، ايش ما تدخل قبالهم هو عنده 200 صوت، ما يزعلون، ما تقدر تحقق شيء. الولد ما لم يحدث الولد ما يزعلون. لا ما نزعل، ليش نزعل؟ يوصينا ليش يزعلون؟ عفوا استاذ عادل انا صاحبك، الولد مو يزعلون، ترى زعل الولد مو خوش. لا يزعلون لا الولد ولا قادة الولد، وبالتالي سنبقى نعارض، وممكن انه المعارضة تكون يعني خوش ايجابية ويزداد عددها وتكون مؤثرة. والله نتمنى لكم ان تتفقوا من اجل مصلحة الوطن. سيدة رزان، بقت أنا عندي يمكن أقل من دقيقة، بناء على ما قاله السيد عادل المانع بوضوح تام، إذا خلص هذه الغلبة 200 مبروك عليهم، راح يشكلون والجماعة يروحون معارضة، تروحون وياهم تظلون بالحكومة، شنو وضعكم؟ أنا ما أقدر من هسه أقول، بس أتوقع إحنا حسب اتفاقية مالتنا مستحيل إحنا ندخل بأي اتفاق سياسي مع أحزاب محددة، مستحيل إحنا نروح إلى هذه الاتفاقيات السياسية، حتى إذا كانوا هم ما يقبلون إحنا نشارك بالحكومة عادي ما نشارك، يعني خمو نهاية الدنيا خلال 4 سنوات هم إحنا نشوف حتى يجربون الحكومة ويجربون الإدارة. حاليا هم هذه الحكومة كموجودة مشكلة من هذه 3 أحزاب الأساسية وعدهم دور قوي. أسألك بأريد إجابة سريعة. نعم. أنا أسألك وريد إجابة سريعة، عدم قبول السيد البرزاني بالسيد برهم صالح أو إعادته رئيسا للجمهورية، هل هي مناكفة للسيد برهم أم مناكفة للاتحاد بصراحة؟ والله العظيم اتحاد الوطني الكردستاني رشح دكتور برهم صالح لأنه خلال 3 سنوات
هو ثبت رئيس العراق ودافع عن شعب العراقي ودافع عن دستور ومحايد جدا جدا والله العظيم. وهذا زعل منه اصلا علاقه الاسيد لا يرى فيه البرزاني ما ترون يعني ما مو اي شيء على يعني مختص باي حزب اخر او بالعكس احنا اتحاد الوطني. اشكركم رئيس الجمهورية العراق فعلا رئيس جمهورية ونفتخر بها مو شخص عنده حزب سياسي بالصبح يسأل سيد رزان رئيس الحزب حتى شتوي للعراق. سيد عادل المنا انا اشكركم جزيلا بصراحة كنت مستمتع بهذا الحوار الهادئ والصريح تقبلوا تحياتي. مشاهدي الكرام قبل أن أختم أعلن عليكم نتيجة الاستفتاء لهذه الليلة والذي كان قد جاءكم بعنوان هل ستلغي المحكمة الاتحادية لنتائج الجلسة الانتخابية الأولى للبرلمان العراقي؟ نعم كان 21 لا كان 79. أعتقد الشباب يقولوا لي عدد المصوتين وصل إلى 4000 مصوت. تقبل تحياتي غدا وملف جديد.